الو، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إذا عثمان ما لم يدفن في مقابر المسلمين ليس مسلم. قبل قليل تتكلم عن دفن المسلمين في مقابر المسلمين. أصدقك في حالة واحدة، أصدقك في حالة واحدة، لما علي بن أبي طالب يقول هو مش مسلم، علي بن أبي طالب قال مش مسلم؟ علي بن أبي طالب قال مش مسلم؟ لم يدفن في مقابر علي المسلمين بن في أبي حج طالب كوكب. قال مش مسلم؟ سؤال، علي بن أبي طالب قال مش مسلم؟ عثمان يا لم عم يدفن علي في بن ابي طالب قال مقابر مش مسلم، المسلمين. وبعدين الروايه بتاعت حشكه. تعالى يا ابني، تعالى من قفاك، تعالى. هو مش الروايه الهبله اللي انت بتجيبها ديت بتقول ان هو دفن في مزبله اليهود اللي هي حوش كوكب، صح؟ نعم، يا هذا اهبل عثمان. يا اهبل يا اهبل يا اهبل يا اهبل، متى اجلي اليهود من المدينه؟ شلون حبيبي شلون؟ متى أجلي اليهود من المدينة؟ أجلي في السنة الرابعة للهجرة. يعني في حياة النبي ولا بعد وفاة النبي؟ ولا المزبلة يا بقيت، عم هذه اسمعني المزبلة بس، بقيت. اسمعني، يعني هي المزبلة بتاعتهم فضلت السنين دي كلها موجودة عشان يدفن فيها إذا كتبك عثمان كله بن إذا عفان. كتبك دلوقتي كلها بقت تكذب. كتب، يعني انت كل اللي موجود عندك في الكتب صحيح، افهم من كده ان كل اللي موجود عندك في الكتب صحيح. هل دفن يا عثمان في ابني مقابر اسمعني المسلمين؟ اسمعني اسمعني، واحدة 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 وخلاص. ايه القصة؟ انتهت، نهيت القصة بسرعة. لكن انا بسألك سؤال، هل كل اللي موجود في الكتب عندك صحيح؟ لا، وانت هذا الكلام ليس صحيح في يا كتبك. استاذ لو سمحت افهمني، افهمني لله لله، افهمني، هل كل ما موجود عندك في الكتب صحيح؟ أنا أتكلم في هذا الكلام، هل هذا روح صحيح؟ يا لهبل، يلا شيل 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 شيل.